هذه رولة طبع 6 انج. رولة طبع 6 انج، شلون تشتغل هذه رولة الطبع؟ طبعا هذه هنا عبارة عن رولة اسفنجية. هذه عبارة عن رولة اسفنجية. وهذه عبارة عن قالب ربل مصنوع من المطاط. فأنت تخلي هذه أول مرة على مود تاخذ صبغ، وبعدين يعني دهانات، وبعدين أنت من تمشيها، فهذه المرة راح يعطي الاسفنج يعطي إلى هذا الربل. بعدين هذا الربل يعطي على الجدار، راح أشوفكم الصورة بالخلف مالتها. حبيبي كل أسعارنا بدون شحن، نعم كل الأسعار هذه بدون شحن. كل الأسعار بدون شحن، لا. الشحن على حسب الدول، يعني كل دولة لها فد سياسة معينة. طبعاً بيها هواي نقشات، الكرتون بيه 36 قطعة، سعر القطعة 4 دولارات. فأنتم ايش تردون؟ أنا تحبين يحكي يوتيوب هاي. أوكي. الكرتون بيه 36 قطعة، وال مو تلقي له الصيح. والله خبرتيني، هسه اشتغل هيك ولا اشتغل هيك؟ ما الكرتون تريده نقشه وحده او تريده مختلط ماكو مشكله، اذا تريد مختلط مختلط اشكال، بس لحد الان انا ما قلت لكم اقل كميه ايش قد، لان هذا المصنع يبيع كميات كلش كبيره، فانا مقرر ان شاء الله اخذ بضاعه من عنده، يعني شيء اخذت من عنده 100 كرتون، شيء 90 كرتون على حسب اللي هو يوافق، وبعدين راح اقسمها عليكم، احتمال اقسمها 5 5 كراتين، احتمال اكثر، احتمال اقل، بعدين هاي نشوف شلون.